السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه سر شجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. النهارده هجيب لكم حاجه معادله جميله جدا مش موجوده في الاكسل بس موجوده في الداكس، ان انت تعرف تجيب او تعد القيم الغير مكرره، القيم الفريده من نوعها. بصوا كده يا شباب، لما نيجي نخش كده، احنا واقفين هنا كده في ريبورت فيو، لما نيجي نخش على محتوى الجدول من جوه هنلاقي فيه مثلا لوس انجلوس كتير، هنلاقي فيه مثلا فورت وورث كتير، هنلاقي فيه سان فرانسيسكو كتير، هنلاقي فيه السيتي دي متكرره كتير قوي. فانا عايز اعد السيتي، عايز اعرف كام مدينه غير مكرره، كام مدينه بالظبط، يعني من كل مدينه، يعني مثلا لوس انجلوس كتير دي الاقي منها واحده بس، وهكذا. هنيجي هنا عشان نعمل معادله الداكس، وهندوس على كلمه نيو ميجر في الكالكوليشن هنا، ونختار الميجر. الميجر ده هنسميه ايه؟ هنسميه اللي هو سيتي، تمام، و او كاونت او نمبر اوف سيتي، عدد المدن. وهنيجي نعمل هنا ديستينكت، وفي حاجه اسمها ديستينكت كاونت، اي ديستينكت كاونت. وبيقول لي الكولوم نيم، انت عايز تعد ايه في الكولوم نيم؟ هقول له انا عايز اعد السيتي، السيتي اهي، ونقفل القوس وهندوس انتر. بصوا كده على الحته دي كده، هنلاقي في ظهرت حاجه اسمها نمبر اوف سيتي. عايز اجيب النتيجه بتاعه النمبر اوف سيتي، هنجيب هنا كده مثلا في الكارد، وهسحب النمبر اوف سيتي دي عليها كده. قال لك احنا عندنا في السيتي دي 34 سيتي. طب تعال نجربها مثلا في حاجه تاني، تعال مثلا نشوفها مثلا في الريجن، كام ريجن. طبعا السيتي بتبقى اكتر من الريجن، الريجن دي بتبقى منطقه بتحتوي على مدن. طب تعال مثلا نجربها، هنقول له مثلا هنا كده، ونعمل هنا نيو ميجر اهو، ونعمل هنا كده، هنقول له نمبر اوف ريجن، وهنيجي هنا نقول له distinct count، تمام. وهاجي اقول له على الريجن، هقول له الريجن اهي، واقفل القوس ودوس انتر، جاب لي اهي حاجه اسمها نمبر اوف ريجن. طب انا عايز اعرف النمبر اوف ريجن، هروح جاي هنا كده، واروح عاملها كده في كارد، الكارد اهو كده، واحط نمبر اوف ريجن عليها، اللي احنا عندنا خمس مناطق و34 مدينه. دي فكره لما تيجي تقف عليها كده تجيب الديستنت كاونت. ولما تيجي تدوس هنا كده ممكن تعمل حاجه بطريقه احلى وشيك شويه، تيجي تدوس عليها كده وتروح دايس شيفت انتر، وتروح عاملها كده، تروح قايل كاونت اوف يونيك ريجن. ده بيبقى زي كومنت بيتحتب، بيبقى كومنت تبع المعادله دي. وندوس انتر عادي مفيش اي حاجه بتحصل، يعني الكومنت ده ما فيهوش اي مشكله ان هو يبقى متساب كده. لما تيجي ندوس هنا كده، لما تيجي ترجع هنا تاني هتلاقي الكومنت موجود. شكرا جدا ليكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا بقدم محتوى والله فريد. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سر شجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.